12 حادثة سرقة بالإكراه مصحوبة بسطو مسلح، سوابق عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد، الدراع اليمين لخيري، مصاب بعاهة مستديمة، بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة، سطو مسلح أيضا. بدأ حياته في طوة كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدأ عماشة، سرقة مواشي من الأرياف، انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. الثلاثة نجحوا انهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني أروح. أنتوا عايزيني إيه؟ لو البر إيه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير قوي. إحنا من دلوقتي عايزين شقانا، عرقنا، شنطة الفلوس اللي سرقناها إحنا وأخو جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة قوي في السجن. يا فين؟ صدقوني، جوزي ما يعرفش حاجة على الشنطة دي خالص، صدقوني. عارف يا قلنا عظمة لسانه انه خبى الشنطة عند احمد جوزه قبل ما يتضرب عليه. احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطة الفلوس عشان يستلم اتصال ثاني. انا ماليش دعوة، ماليش دعوة. وفي اخر محاولة للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام. وعشان الصورة تكون واضحة قدام حضراتكم بضيف ان الثلاثة دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقة جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجارة العملة. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجة. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمة من العملات الاجنبية من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريكهم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني، ورغم شراسته وعنفه الا انه ما حاولش يهرب. والعجيب انه كان قدوة حسنة وهو مجند في الجيش، وكان من ابطال الرماية، واسمه حلف الأبهة. مش هقولها لك يا حلف. انتوا هتزهقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكوا. انت برق ليه؟ مبرق لي انا بترعب من اللي برق لي. انا في انا سعاده الباشا ثانيه واحده وفضاره. سيبه يا حنف، قلت لك سيبه. من عينيا يا باشا. حبسين فراغي ها؟ ولا هتودوني سجن تاني زي كل مرة؟ اطلع قدامي. قدامي يا حنف. أنا نفسي أفهم، أنت عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة، أنا عايزكم تسيبوني في حالي، لا حد له دعوة بيا ولا ليا دعوة بحد. آه. يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوص؟ والله مش هيخسر، وهو على قدك اللي داخلين أكتر من اللي خارجين. حد لاقي حتة يتوه فيها الأيام دي. وأكرهك معاك. أنت مفيش سجن في الجمهورية إلا ما رحلناك عليه علشان تتهد وبرضه مفيش فايدة. أنا كان عندي ثلاث مزاجين زي الفل، ومن تحت راسك واحد بقى أعور. والتاني انتحر والتالت وديناه سراية المجانين. نصيبهم بقى كده هنعمل ايه؟ عايز مجموعة احكام نتحكم عليك بيها وانت جوه السجن بسبب عمايلك دي بقت قد ايه؟ انا ما بقتش اعد يا مؤاخذة. 15 سنة ده غير السبع بتوع قضية السرقة اللي رميتك علينا. ما انا كمان ما حدش يدوس على الطرف، انا اللي هيكلمني هحط صباعي في عيني عشان اكون فيها اعدام. يعني مش ناوي تجيبها لبره. طب انا بقى هعرف اتصرف بيك يا حنف يا عباه.
اديلك 20 جلدة قدام زمايله وبعديها يترمي بالتقديم. 20 جلدة ليه؟ وانا عملت القلاب لحد ما قتلها يا باشا. وجوه من وشي وجوه من وشي. يلا ما تستنى ملحوق على ايه؟ يلا قدامي. يعني اضطهدت عليكم؟ قدامي. ده يضال أربعة ماشي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. لا بقى دي 15. دي العشرة يا حنف. هو انت اللي بتضرب ولا انا؟ طب ايه رايك بقى ان دي 17؟ ايه في ايه؟ في ايه ده ايه؟ دي غلط في العدد. انت تسكت خالص. كمل. 10 11 ماشي 12 ماشي 13 14. بحيث كده تتشكل فورا فرقة بحث وتتعامل مجموعة تحريات وتتسلم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العامة. هو من أكفأ الضباط اللي خدموا معايا وحيقدر يعمل حاجة في القضية دي. ادوله بأمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلبها. وصلوك تعملت ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربية بسرينة. انت تهمتك ايه؟ سياسة؟ قلت لك ولا حاجة. انا ممكن بعد ثانية واحدة اكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الاشكيف؟ لا انا هدق للشويش وقول له افتح وخرجني هيخرجني. الدور الباقي عليك انت. ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة. لا أنا خلاص طلع إفراط بعد 22 سنة عارف. بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا. ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه إعدام مش كده ولا إيه؟ دي تلاقي حاجاتك بقى من الآخر. مقدم شريف بركات مباحث. أهلا وسهلا. حاجة الساعة عربي تلفزيونات كمني. أنا اسمي حنفي اللي قدها. طلباتك. خيري ورشادي وبدوي العيون فين؟ في استعلامات في الداخلية يا باشا ممكن يقولوا لك على كل حاجة. ولا قلت اسم حنفي. براحتك. أنا بس حبيت أقول لك علشان ما تسمعش من بره وأبقى قصرت في حقك. تقول لي إيه؟ خيري ورشاد وبدوي هربوا من السجن. افتح يا شويش. هربوا؟ إمتى؟ وازاي؟ انت وازاي مش مهم. بالاذن. اذنك معاك. طب اشرب الحاجة الساعة ملحوقة. نسيت اقول لك يا حنفي، خير ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك. بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا.
ما تضيعش وقتك وقت يا حنفي. عاوز ايه؟ معايا ودي في الكلام، الكلام اخده عطا برضه. طلباتك يا ابها. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع. مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ادي احنا بندور عليهم، ما تقلقش هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه، يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينها الويل يا حنفي، وده اللي خلاني اجي اسالك الاقيهم فين؟ مش هتعرف توصل لهم، دي عيال فاقدة زي دود الأرض، لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب إنك تعرف هما بيفكروا إزاي. لو ساعدتني هوصل لهم. أساعدك؟ أساعدك إزاي وأنا محبوس في أوضة قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا؟ على إيه؟ هخرجك من السجن لحد ما أقبض عليهم. مش فاهم. أنا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ ماشي. ايه ده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. الله، من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربية زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سرقها؟ ولا تنفع تتسرق؟ انت كان حصلها ولا بتاع عربية؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيز. انا لا حرامي ولا مرتشي. ومش ندمان؟ اركب انا اصلا مش كاتب. اركب. هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أتبع مطعم في مصر. ناكل لقمة حلوة. ونروش بالزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك. انت اتكلم قول لي دماغك فيها ايه؟ اكل الاول. حنفي. اكل الاول. الحريم لسه موجود، الواحد نسي. شش. ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه، اتحرك اعمل همك. ترابيزه. انت بتمنع ليه؟ لم ترابيزه الاثنين لو سمحت. اربعه عشان خدت وجوزها جايين. مش انا يا مدام. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مدام. بلاش اغرف. كبيرة تاني يا زوق.
يلا بلاش كلام فاضي، المحل باظ. يلا يلا قوي كده. انت نفسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه، باخد حق بدراعي. حاجه تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. الطقم الجديد اللي جاي فز، قوم يلا. ماشي يا باشا. متاكد ان العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجه يا باشا، الكذب خيب، انا كذبت عليك. امال مجردان وقع على فين؟ خدمه انسانيه مش هنسالك العمر كله، هجي لك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا، اصل انا ليا عمه غلبانه وحدانيه، رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره، وملهاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف، يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. قلت يا باشا نجري قدامي، ربنا يكرمك. ان شاء الله عمتك الثانيه؟ لا ده بيت اهل دعاء، بتاع احمد اخويا. قول لي خيري والعليل اللي معاك خطف مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب، هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سنجي سنجي، بعدين نخلص المال. الحريات اللي عندي بتقول اللي بقوله لك هو اللي مظبوط. سكتنا جايه لها هربانه، هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي حنفي، خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. حنفي يا بابا، احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حاجه، دعوات في حاله. امال جالك منين هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه، الكره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله، خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان نساج.
انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. لا ده قفش وحرامي فراخ فوق. حرامي؟ ولاد الحرام كتير. حرامي فراخ. وفي لا مفيش حاجه. انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ انت راجل دماغك متكلفه. شايفين مساء الفل. شوف ده بقى في حمايتين وحجرين كده على مزاجك. ها عينيا انا متهيألي سامع نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت، ده هي بس اللي بايته معاك. انت بتتجامل انت. عليا النعمه ما انا فاكر. أنا ما خرجتش من البيت من أيام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب أكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. دي تعميرة حلوة أوي. إيه ده؟ أنت بتقول إيه؟ بيقول لك ما خرجش من أيام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل، عسل. خير ورشاد وبدوا فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، ومحدش له عندي حاجه، ومعرفش حد. امال خطفوا مراتك ليه؟ معرفش، معرفش. محدش يتحرك في مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه. سيبوني بحالي يا اخي، سيبوني بحالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك. سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خير ورشاد بقولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلم لهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس اللي دافع 8 سنين طويله جوه السجن من عمري دي حقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا دوعه كمان. امتى؟ هتقابلهم امتى وفين؟ امتى قبل الوقت ما يجي؟ علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الوقت كان ابنية في عيني. هي باصت ولا حاجة يا باشا؟ أهلا يا فندم. إزيك يا مولى؟ الحمد لله. أهلا. أهلا يا عمي، اتفضلي. أمال عاملة فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. هو بال كل سنه يا روح. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا يا ميمونه. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك. اخته جوه تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقول هيبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طايره يا بنتي. امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب 5000 جنيه. بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين ثلاثة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا.
شريف مش مخليني عايزه اي حاجه. الكلام ده تقوليه لحد تاني، انا لا. معقوله اجي ثلاث مرات ازورك الاقيكي بنفس الهدوم دي؟ عبله موسى، عبله موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك، خد انا قايمه ساعه نمونه في المطبخ. هاي. لا يا بابا ميرسي قوي. انت تخرسي خالص. اللي مريح ضميني من ناحيتك حاجه واحده بس، ان انا ما كنتش موافق على الجوازه دي من الاول. يا بابا كفايه بقى، شريف ما فيهوش اي حاجه تتعيب. لا، في عجرفه الفقراء ولنات الحيله. وما تنسيش انك انت محسوب عليا، انت اسمك عبله موسى. وبرضو انا حرم المقدم شريف بركات. يلا يلا اطلع عند غير هدومي. اطلع انت اللي هتحفل لك هنا. اقول لك يلا. سخنة يا رجالة. سهلون. ايه ده؟ جايب حرامي ومكلمش معاك كمان؟ أما عجيبة والله العظيم، أنا مش فاهم، مش عارف إيه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكراكونات والسجون اتملت فول أرض عشان يجيبوا الحرامية يبيتوهم في بيوتهم؟ اتفضل. وعليه انا اطلع السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. انا في القبه عنبر واحد زيزان 24. بقول لك انا في القبه، مد ايدك وخدها تاني خليك حلو. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلا يا حماتي. مساء الخير تاني. موسى عاجبك كده؟ انا عملت حاجه قدامي. طب قدامي يعملوا لنا شويه شاي خرمان. منى اعملوا له شويه سم هاري يشربهم. قدامي. ايه تعالى انا اهو. خش قدامي. موسى. ماما خيريه فوقي. قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افتنى وخلاص؟ اتكتم خالص بقول لك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهداب يا حبيبتي. يلا يلا بينا. خلي انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. وصلت صوتك ليه سمعنا؟ ما احترمك ما احترمك. هي حصلت يا شريف تقلب لي البيت تخشيبه وفين جوازنا؟ بقى بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبله ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبله عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده، نجرح منه الشاي. يلا خلصيني. انا ايه خايفه من ايه؟ يلا. وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنني يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من قد من اعدامه. محسوبك حنف القباه. نعم حنف القباه مسجون.
ومش متجوز، بس ان شاء الله طالق افراج بعد 22 سنة. وانتي؟ ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخدة ليه؟ عادي عادي. ما قلتليش بقى انتي اسمك ايه؟ منى. منى منى، عاش الاسامي يا منى. انتي تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيرة العفريت ده. انتي متجوزة؟ لا. معقول؟ حد بالحلاوة والجمال ده متجوزة لغاية دلوقتي؟ ازاي يا بابا؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك؟ وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلبني في بيتك شيف يا شريف؟ سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل، مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. إيه انت مش اسمك منى؟ اه. هي كمان كان اسمها منى، خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك، كل حاجه فيك بتفكرني بيها، جمالك، رئتك، عينيكي، لمسه ايديكي. كنت اول ما اشوفها اخد ايديها من ايديا كده احطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير واحس براحه غريبه غريبه. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده كده، احس ان انا عيل صغير عيل صغير وعايز انام. انا عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده وكلها مشاكل، ما صدقت لقيتنا يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكرو. الكرو اسمع، عندها مشكله كرو بقى. انت مالكش دعوه بيها، ما تجيش ناحيتها خالص، مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياه بابا ما نعدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامه والقلب ده عينك. مالك يا عبله في ايه بس؟ اسالي محروس اخوك. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي بس يا عبله. يا عبله عنك انت، حطها فين؟ لا احد يكون في علمك. انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ انتوا كبرتوا خلاص، انتوا صغيرين على الحاجات دي، ما تصحش كده. مش قاعده في البيت ده يعني؟ مش قاعده في البيت ده في 60 داهيه يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عنك انت، اوديلك فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدامي طيب يا شيف. انا تقولي في 60 داهيه عامله؟ ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف، دي عامله بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي لي الواد حرفي ده كان بيقول لك ايه؟ ما اخش انت عايز الحق. الغلطه غلطتك، انا مش عارف انت مستحملاه ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على راي المثل، عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي. انا عارفه الغلطه غلطتي انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه.
معلش ملحوقه واللي كسر يسامح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ غش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجه. بس حاجه تاني؟ الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حلو النار في جبتيته بس ملوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى اللي في دماغها في دماغها مصممه على الطلاق وخاها مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعت المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما في غيرها تركب. لا بقى كده هتدخل نفسك في اواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها شايفه وتقولي لي بتحبك بنت خيريه مصممه على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. لسه لك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له بيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلقني دلوقتي؟ مش هطلعك والبيت هسيبهولك. اشبعي بيه شريف. عبله انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنيلوا مع بعضهم؟ اللي بقت عيشه دي كل شويه زعيق ونكد. دي عيشه بقت تقصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت طلعت لنا ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك. الكلام هيكون مع اهلك. ماشي انا شايف بقى ان العيال إيه خلاص خالص. ماشي خربتها وقعدت على طلعها في الزقوم نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيارة. ماشي يلا. الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معاه باشا ما تقلقش. طب ما يمكن راحوا حته تانية. لا لا ليه؟ وطي صوتك الحته مليانه نضرجيه لو سمعونا مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هروح حته تانية؟ ده مؤاخذة ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبة. دولاب من اياهم؟ الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودرة؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. بودرة على ماكس على جميع انواع الكيف. واللي مشغلها البيت نوسة جو بتاع بدوي عشان كده جايين جايين. ما تقبض سجارة باشا كده يجيبك ثواب. سيجاره الواد ده انا ما شفتوش هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اللي من دول يا معلمة. لموا العملية شوية مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمة؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافة التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له الكافتير الكافتير. لا مؤاخذة يا باشا انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل المدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ يبان عليها بنت ناس وبتحبك. مقدرش انكر انها بتحبني بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها علشان انت اتجننت. انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف ما اقول لك. الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجري بق
ولا حيلتك اللوضة. هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه؟ بدوي. وادي خيد ورشاد وراه. لسه بتشرب خلي انا؟ يا ارموها معلمي. بيض. بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. انا رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانس جوه ايده مرزبه. الله تسلم ابو الرشد، التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خايف، بتاعت امبارح كانت احلى. انت احلى من الكل. يا ابني حرش الحجاره كويس. بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. فين؟ الحفظ والصونة أباها. ذكر الشهاب. بغص العربية؟ وأنا كنت بغص مرسيدس يا خايف. هلا بيك. إيه ده؟ وريني. طب ايه الحاجات دي؟ يلا بنت شحاتة. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مين ده؟ مالناش دعوة دلوقتي يتصلحوا. لا بقى احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شوية. اسمع، خده واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيع دول والحق خير ورشاد يا باشا. احبس نفسك كده لغايه ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوا روحكم. ايه
اطلع من هنا. استنوا بقولك دوسوا. الباشا يا ولد الكلب ده عودة هتودولك ده يا ولد الكلب. الباشا يا ولد ليه باشا كده يا باشا؟ الله ده انت بسبعة ارواح يا باشا. مش فاهم الواد تطلع لنا من انهي مصيبه وايه اللي خرجه من السجن اساسا؟ ده احنا كنا ضايعين ضايعين. اللي هيجنني ايه اللي جنب الشمع النهارده؟ كان بيعمل ايه حنك مع ضابط المباحث؟ حنك؟ ما كانوش حنين علينا قنبينا هما الاثنين وكانوا هيتقاسموا في الفلوس. حنك مش سهل. اسالنا انا عليه. الفلوس لسه في امان مع الواد احمد اخوه. وتضمن منين يا خيري؟ لو مالي ايده من احمد اخوه كان عملوا طعم يصطادنوا بيه وما كناش شوفنا خليته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعه قبل ما يتلام على اخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ احمد طول ما معانا كلب الكذاب. مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، انا ابتديت اخاف. عشان جمال اللي يخاف الايام دي ما يعيش يا بدوي. ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني مني ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي هقولها له. افرض مرضيش. مرضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم النجوم في عز الظهر. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي. قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك. قلت ايه يا عبله؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك، شريف هيتاخر اكتر من كده؟ اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي؟ مش عايز شاي. بابا منى ما لهاش ذنب. انا بجد. وطي صوتك. ثانيه واحده. شريف اخويا ماله؟ شريف انت بموت. انت قاعد بتتني كده ليه؟ قوم فز وقوم ضرع هتقطم. شريف هو جرى له ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مالك يا شريف رد عليا؟ قلقان عليا يا اختي دلوقتي فوق وترجع العباد اللي هي زي عواده. روحي له كوبايه ميه واعملي لي سحله. اتحرك يلا. مش انت شريف؟ موسى اللي بيجري ده؟ ايه اللي في ايده ده؟ ده بعيد عربيه. ما هي مجانبكم السودة. انت بتزعل ايه؟ اسمع يا جدع، انت مالكش دعوه بيا خالص. انتوا تبعدوا عني. انا حيهم عليا. وده وقته لما يفوق نبقى نرجع له. فوقي. يلا يا عبله. يلا يا عبله. يلا يا عبله ايه؟ انت راجل انت ما عندكش لا دم ولا نظر. عايزه تخرج وتسيب جوزها في حاله زي دي؟ عبله بنتي ملهاش اي علاقه بيه. انا كنت جاي هنا اطلعها منه. وطلعها منه ليه؟ طلعها منه ليه؟ عيب والباشا. شريف عمره ما كان لها ولا هي كانت ليه. وانتوا كنتوا تقدروا تحصلوا على ضيف واحد زي شريف؟ ولا عشان ربنا ما اداكوا عشان فلوس هتبيعوا تشتروا؟ انت بتمد ايدك عليا يا ولد؟ وافتح دماغي كده. يلا هيموتنا يا موسى. هيموتنا يا موسى. هيموتنا. انت جنن. ماما ما عتبوش هنا تاني. ولو شفتكم هقطع رقابيكم. فاهمين؟ حاضر. يلا ما قلتهاش. حاضر حاضر. يلا اطلع فين؟
ترازع عينك جنب جوزك لحد ما يفوق. يا علي ده بيحبك. عبلة يا عبلة فوقي فوقي. ماما ماما حبك كده. يلا يا عبلة فوقي فوقي. لسه قاعدين؟ موتة يا موتة. انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشته 100 مره. كملي جميلك بقى وفكلي البلوه دي. كده يبقى ضاع. على العموم ما تفرقش، لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها سلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع. عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع القرار. ازيك يا بدوما؟ مين؟ سيحانة؟ يا ابن مالك بلمت كده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا وده معقول؟ الحمد لله على السلامه. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا يا شيخ. تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. ايه ده؟ انا فين؟ منى منى شريف الف عبد الله على السلامة. ارتاح ارتاح. انا ايه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبلة برضو ما اتصلتش؟ دي جات امبارح هي ومامتها وباباها وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم ازاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل ايه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. احسن على قفاه؟ حنفي ده خرج من امبارح بالليل ولسه ما رجعش. خرج؟ يخرب بيتك يا شريف. احمد فين يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد اسم الله عليك احمد. ما هو اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع يا ادم اقول لك، انت عارف ان معزتك عندي معزه احمد اخويا وطول عمر سره معاك. انت لقيه فين؟ ما اعرفش ما اعرفش. انت يا ادم لقيه فين؟ الحقوني الحقوني. انت يا ادم الوقت بيمر، احمد الله هيروح ده هيموتوا. انت يا ابو خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت قايل معاه وهيروح يقابلهم. امتى وفين؟ العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعمل ايه تحت الباب؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت الباب؟ وانت مالك اهلك؟ انت عاجل لها غصيبه انت كمان. انت رايح فين؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي في الداخليه كلها. انا خلاص ضعت انتهيت. فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليك وفتحته بطفاش. في حاجه؟ انت نفسك ايه يا اخي؟ احمد باخ انت معاك مالي عينك ولا ايه؟ كنت في اهل المصيبه. لا انتك سكت العيال. هم فين؟ ما يلا بينا بالهداوه. كل شيء بقى اوان. امتى؟ لا بقى اخد حمام الاول ومنجه نفسي واخرج احكي لك. ها مش هتفتحي لي ده شريف؟ فكيه. ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو. عايزك تعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوين، بعد ما اخد الدش المتين اشرب بقى فنجان القهوه من ايديك الحلوه، عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا قصدي في موضوع خاص بيني وبينها. مالكش دعوه بيها خالص.
هو انت دايما محموق كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعدين. تلاش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي قدامي على اوضتك. شريف بيه ساكن في انا دور. ايوه كده الدور الخامس شقه 53. شكرا. ايه ده في ايه؟ بقالك ساعه في الحمام بتولد؟ وايه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ امال اخرج لكم بالبوص؟ مش فاهم التجنود في البيت؟ طب يلا يلا. يا منى 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 مينو المقدم شريف موجود؟ نقوله مين؟ خليه عبد الخالق ابو العنين. خلاص قصة الهواء قفل الباب. اتفضلوا. التليفون عطلان ولا ايه؟ ما بيجمعش. المقدم علاء. العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا شرفتونا. شابوا ايه؟ انا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. احنا اتقابلنا فين؟ انا برضو بشاب على حضرتك. انا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، في طرة، في ابو زعبل، في الحضرة. مش بعيدة. انا فعلا كنت بزور بني سويف والحضرة وابو زعبل بحكم شغلي لما كنت بفتش على السجون هناك. بس انا شفتك قبل كده هناك. انا اصلي بقى ايه، مش بزور الحتت دي، انا اعتبر مقيم هناك. ايه ده؟ لا مؤاخذه الدبانه معلش. مظبوطك ايه يا باشا؟ مظبوط مظبوط. مظبوط يا ولد. ايه مظبوط؟ بعدين بقى يا منى. منى منى طعم قهوة البواب. مبلمة كده ليه؟ اتحركي. ها واخبار الداخلية ايه؟ عاملين ايه في شغلكم؟ يعني ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متأكد اني شفتك قبل كده بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص حد يشغل دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب بس اكتر من الاخوات. يا ابني كفايه بقى. اصل دي فانا رزل قوي يا ابني. احمد احمد شويه. قلنا خلاص خلاص يا ابن خلاص. اعمل معروف سيبك في حلقه. ارحمنا وارحمنا. باين عليه مجنون يا فندم. ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان مضايق. اثبت عندك. ايه اثبت ما هو اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه ثانيه على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستلو. مين المجنون ده؟ ايه هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهتلنا. انت مين ده؟ ده حرف القبها ساعتك. وانا بقول شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ده يرجع السجن فورا. وانا قدرت تعدموه قدموه. ايوه فاضل بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، يرجع السجن فورا يا فندم. ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني؟ كده يا باشا. صلى على النبي يا باشا. محدش باين له اثر يعني.
ما ترد يا بني ادم. اما تهمت بقى وده وقته. الحبايب كلهم وصلوا. يلا يا باشا يلا. عبد الله على السلامة يا أحمد. ضاع فين؟ في الحفظ والصون. سلم واستلم. وين يا ضامن؟ كلمة شرف. هاخدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانك. سبع البرومبا. انت جرالك يا مجنون. يعني ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضيع ضيع خيري. فلوس لسه مع اخوك. حط ايدك في ايدي. نلحقه ونتقسم في الفلوس انا وانت بس. ضاع فين؟ ازيك يابا؟ حنفي انت خرجت من السجن قبل ميعادك يعني. حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضو يابا. انتوا بس اللي وحشتوني. قلت اخرج اشقر عليكم وارجع تاني. شغلانه الفرن بقت صعبه عليك. انت بدك راحه. هانت كلها كم شهر ويفكوا الحراسه عن الابعديه وكم عماره اللي حيلتنا، وساعتها الاشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب ابتدى يا ابا. اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما انا قلت لك استريح انت وانا الاكل سداد يا ابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم. احمد اخويا ليه فين؟
ازيك يا الحمد لله على السلامه. انت خليت في عندي امتى بحيث تخليتيهم وانا في السجن؟ هعمل ايه بقى؟ ما تبصيش حولك انت زيكم. الف بركه يا خالد. ازيك يا ابو سعيد؟ ازيك انت حبيبي؟ ازيك صحيح؟ الحمد لله على السلامه حبيبي. الحمد لله على السلامه. ازيك يا ام؟ مش هتسلم على اخوك احمد؟ عايز مني ايه يا حنفي؟ شنطه فين يا احمد؟ الامانه اللي استأمنتك عليها نجوم السماء قرب لك منها يا حنفي. الشنطه دي مربوط عليها حياه واحده ملهاش اي ذنب غير انها مراتي، هسلمها لهم عشان اخلصها من ايديهم. تبقى مجنون. انت عارف الشنطه دي فيها قد ايه؟ فوق ال 100,000 دولار ملهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما يلزمونيش، انا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. انا هعرف ارجعها. الفلوس كتير. هتنقلنا كلنا من تحت الارض لسبع سما. قالوا لي الفلوس فين؟ كلمه يابا. عقله. يا ايه الحكايه يا حبيبي؟ انا اقول لك يابا، قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطه مقفوله وقال لي عينها عندك امانه واوعى طولها بني ادم. وانا من حب ليه شلتها بين رموش عليا من غير حتى ما اعرف فيها ايه. لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب. وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس ده انا دافع ثمنها. دي مش فلوسي لوحدي. دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشلت الفلوس في الكفه الثانيه، ما فكرتش فيها؟ قلت لك مش هعترف بسوها. هما كلها همهم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ شيل ايدك عن اخوك. يابا الفلوس دي بتاعتنا، حقنا، ده اللي سابكوا في الدنيا. الله الغني عنها. شعره من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها. شيلك عنه. اجري 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 رجع الفلوس وافدي مراتك. قلت لك اجري. الفلوس. سيبني يابا. سيبني. مش هتخرج وراها الا على جثتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان. ايه باشا مالك؟ لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عداني يا باشا. يئست. اسودت الدنيا في عيني. اديها ضهرك تجري وراك. معصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي. وفشلت في بيتي. مفيش مشكلة ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضية لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف. الضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا ما اعرفش السكة كلمة قافلة يا باشا. هنوصل لهم. ان شاء الله هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني ولا معادي؟ رد عليها طيب، كلمني زي ما بكلمك. تحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخله بتحبك. مش عارفة من اللي لهفت عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح، حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا. انت غشيم
وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب، وانتوا والهنا بتحبوا بعضيكوا، عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا، العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. حالك انا مصدقك يا باشا، صدقك. يلا روح هات مراتك. يلا بس. بقول لك حنفي عنده حق، عبلة بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا يلا، احنا ورانا شغل كتير، وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه صح. مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها، وتعالى اشوف لك هدمه عليها لقيمه تلبسها. ما بلاش. في حفلة النهارده كمان. حلو اشتكيت ها؟ اوعى يكون حد شاف عليك، انا مش عايز احرام. ايه اللي هتعمله ده؟ اشرب. ما حدش يقعد اشرب ميه، مش دي قله برضه؟ قله. انت عارف دي ثمنها كام؟ ايه كام؟ بريزه كبيره بكتير، مش قله. بريزه كبيره؟ دي فازه سافر من القرن ال 18، ثمنها اكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ يا سيدي. ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ القله دي ب 90,000 جنيه؟ ده احنا مقطعين بعض على ملاليم. 90,000 جنيه. ايه راح فين؟ مش شايفني واقف؟ ولا احنا يعني مش قد المقاس؟ يلا ما تبحلقش. ايه ده؟ انت بتهبب ايه؟ حدش والله. بقول لك بلاش بالله دي، انا ما تجننيش، انا مش فايقلك. ماشي، انا مايل الومني. طبعا اذنكم. يلا وراها مستنيين. طب تترزي هنا، ما تتحركش الا لما اجي لك. ماشي يا باشا. ازيك يا سهير؟ سهير مش تجننينا يا سهير؟ ازاي حضرتك غلبت؟ انا ما اسميش سهير. بس تجننوا برضه. هتيجي نتجنن سوا بقى. ها لازم فيكم جاهز بعد نص ساعه، في شمبانيا ولا لا؟ هدي اعصابك يا خيريه، كل شيء بالهداوه. ايه يا ابن حبيبي؟ انت ما عندكش نظر، مش تلغيني؟ نعم. نعم ايه؟ نعم الله عليك. ايه نعم دي؟ بتفتح نفسك. اوعى. يلا امشي. انا سجنك. اقعد هنا. حاضر. يلا امشي. مين ده؟ احتمال يكون اخو خيريه اللي عايش في امريكا. ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. شرفناك بحضرتك. ايه اللي قاسيته كده؟ اللي ماشيته كده؟ يوديك لايم ده اللي ساعد نايم ده؟ ما تشرفناش بحضرتك. حنفي. حنفي القباه. نعم؟ حنفي القباه. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعاهد. متعاهد؟ متعاهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبلة. شبعت من الكلام ده. ارجوكي سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليكي حبنا يا عبلة. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف.
في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذون تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الاذون اتخرم؟ ما انت حق عليك، ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك كنت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت اي حاجة فيها تخرم بسهولة. ايه الاذون ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا. فلاش أذون. أذون اتخرم. قال يا ابن خالتي مرة اتخرم من الأذون كنا صغارين. فكانت ضربة يا عيني. كانت أمه بقى مربية أذون فوق السطوح. خرم هو الأذون من غير أبوه ما يعرف. أبوه جه بالشغل لقى الأذون مخروم. قال له علقة. يا عبلة أنا بمر بظروف صعبة ومحتاج الجنبي. وأنا مين يقف جنبي؟ أنا كمان بمر بظروف أصعب 1000 مرة من ظروفك وأنت السبب فيها. أنا يا عبلة؟ أيوة أنت معيشني في جحيم، حتى الشيء الوحيد اللي أنت قادر عليه حرمني منه. أنا ما حرمتكيش من حاجة يا عبلة. لا يا أستاذ، حرمني من أبسط شيء وأهم شيء تتمناه أي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفة. وأنا قلت لك ما تخلفيش. وأخلف إزاي؟ بالمراسلة. عبلة بقول لكم كده. على العموم انا هبعت لكم عنواني تيجي تقضوا عندي 2 3 براحتكم. يا ربي يا رب بتاع الاذون انت. اتصرف الاذون. موسى! يا مدام مالك، حد كلمك؟ مش ممكن، مش معقول. انت تالت وهنا؟ اعلى موسى اعلى، ما تهورش اعلى، ما تهزى المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما تقتلنيش يا موسى، هرجوك طلعني كده. طب يا بنت موسى وادي الاول. واحنا نوزع جوه نادلنا، واحنا نوزع جوه
عايزني ايوه انا جاي حاسب عالباضة دي تمنها 200,000 ازاي سيبها ماشي دي ملهاش عاد تعرفوا تعملوا كده مجنون هوبا اسحوا اللون يلا ندشدش كم مليون 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 ايه ده مين شريف معاك دعاء لقيتوها فين ايه طيب انا جاي حالا على الحالة دي وانطبق عليها اوصاف البنت المخطوفة علشان كده بلغت سيادتك على طول ظهر ان ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف انتهت علاقتك بالقضية دي من بكره هكلم بيها ضابط تاني ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك حاضر حنفي هرب قتلوا ضوع يابا لو مرميه مقتوله في الشارع عشان ما كنتش مصدقني لما كنت بقول لك الدنيا تقل خيرها ابو سيدك يابا قول لاحمد الاقيه فين قبل ما يحصلها حنفي الحق اخوك يا ابني هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد اسمعني كويس يا باشا قدامك 5 دقايق مش اكتر تكون عندي دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال قلت ايه اجيلك فين ثواني ما اكون عندك ما تتنقلش من مكانك الا لما اجيلك ناوي تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي انت مش هتعمل حاجه خالص هات المطوه قدام البيت اللي راحت يا باشا دم ضاع ايه؟ هروح هدر ما تخليش الغضب يعمى عينيك هات المطوه مش قبل ما اخد طاري بايدي دي مش غابه في قانون والقانون انا اللي بمثله هنا قانون ايه اللي انت بتمثله؟ البيت ماتت القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها يا وضيع يا حقير يا ابن الفران
اهلا يا احمد، اركب. بقولك دول فين؟ هو هيفلت من ايديكم. وصلوا الأول. هتشوف لما تحصلها. أنا معاك، ما تخافش. احسن تروح تصير يا احمد، انتوا سهرتوا جنبه طول الليل وانا هتصل بيكم واطمنكم. يلا يا حبيبي. على فين؟ هرجعك مطرح ما جبتك وعد على مديرية الأمن أقدم استقالتي. عايز تسهيل أنت استهيل. أنا مش راجع قبل ما أصفي حسابي معاهم. أنت مش قدهم. دول قتلوا مرات أخوك. وأخوك كمان راقد بين الحياة والموت. أخويا هيعيش يا باشا. إن شاء الله هيعيش. الو، صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ انا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا. شنطه الفلوس اللي مع حنفي او معاك لازم توصلني، والا هخليك تطلع عليها القرفه يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ عبله مراتك. واذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف، هيقتلوني. عبله، عبله قدامك ساعه تجيلي فيها ضهر ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك.
ومعاك الشنطة طبعا. ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف سلام يا باشا. الو ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطة الفلوس فين؟ بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطة فلوس فين انت؟ اتكلم. حنفي انا ماليش في الدنيا غير عبلة مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء واحمد اخوك؟ قول لي حنفي فين شنطة الفلوس؟ هجيبها لك يا باشا.
تحت امرك يا باشا. جيت لك ولوحدي يا خيري. اهلا بيك يا باشا. اول ما هنتلاقي مع القرشين التانيين هنتقاسم وكل واحد ياخد حقه. فلوس ايه تاني؟ الله انت ناسي ان ابو الهانم مرات الباشا مليونير قد الدنيا وواجب ان هو يدفع عشان حياه بنته. وده هيحصل ازاي؟ ما حصل يا خفيف وكلها كام ساعه والبيع هيشرف بشنطته. لا انا اخد نصيبي من الفلوس دي واتكل على الله وكفايه لحد كده. خايف؟ مرعوب. ادوني نصيبي وانا هطلع التوا في اي حته. غالي والطلب رخيص. نصيبك في الحفظ والصون. عينهولك من زمان. هتسيبني يا خيري؟ اللي يخاف ملوش مكان بينا. قوم تقتله. ما انا كمان خايف. يلا قتلني. انت حاجه ثانيه ما تشبهش نفسك بيه. انت عارف كويس قوي ان انا ما استغناش عنك. احنا الاثنين طلعنا من تحت الارض زي الدول وعشناها بالطول والعرض. بس انا خلاص تعبت. انا بقيت اضعف من بدوي الف مره وعمالين نقتل في بعض عشان ايه؟ الفلوس. حقنا رشاد. ودلوقتي الفلوس اللي معانا هتتقسم على اثنين بدل ثلاثه. انا وانت وبس ولا حد تلاتنا. هنضرب لنا بزبورين مبلولين ونكت على بره. طول عمرك غدار يا خيري. بس يا ويلك لو غدرت بيا. انا في القبه. ازيك عطا؟ ايه اللي رماك علينا؟ مزنوق في حته سلاح؟ لا جواز سفر مبلول. بضاعه مسروقه عايز نتصرف فيها. أنا عايز صاحب الجواز المبلول ده. قصدك مين؟ خيري؟ جبت المفيد. ابعدني عن خيري ده واد ابن حرام. ما هو تربيتك. ألاقيه فين؟ انسى خيري ما انتش قده. خيري فين عطوة؟ وعلي اللي هتطلبه حدهولك وأنت عارف كلمتي كويس. عاسس ورا البت نعمة. بت مين؟ نعمة الرقاصة. ودي لاقيها فين؟ واد يا جمعه ما تخافش يا سحانه انا عارف شكلها كويس. فات عينك كويس. انا هخش عقل المايه جوه وهي لو خرجت تقطرها تعرف هي راحت فين وتجيني. عينيا يا سحانه. مساء الخير يا فندم. عايز اجدع ترابيزه. لكام نفر يا فندم؟ 10. وهم فين يا فندم؟ ما حبيتش اجيبهم معايا، دمهم تقيل ما بحبش اسهر معاهم. انا اسف شرفت يا فندم.
عليا انا. خلي فينا بس، خلي فينا. كل يوم كل يوم بتلعب مزيكا. اعزل 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 يا خيري. هجم علي وانا برقص في المحل وراسه ألف سيف لا يعرف فين مكانك. من امتى الكلام ده؟ من 10 دقايق وسايباه في ايدين رجاله المحل. اوعي يكون قطرك. هيقتلني ازاي وانا سايباه بيتخانق مع رجاله المحل؟ وانت عارفهم الجن الازرق ما يخلصش من ايديهم. يبقى لازم نسيب البيت ده حالا. وهنروح فين دلوقتي يا ابو مخ ضرب؟ الشارع مالهاش رجال. اسمع، طلع رجاله بره وخليهم يفتحوا عليهم والصباح رباح. واحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالي وانا اقول لك. رجع بالك اشوف بنتي يا خيريه. مادي وخس الشيطان، مفيش وقت. مستحيل لسه بشوف بنتي. يا خيريه البنت بخير، انا لسه سامع صوتها بالتليفون. انا هروح اديهم الفلوس وارجع بيها على طول. ولا طمني، مش ممكن تستخسر فيها فلوس وما تروحش؟ انا هستخسر نص مليون جنيه في مدي ام مخي طايح واسيبهم يقتلوها. ماليش دعوه، جايه معاك. ارجع عايزك اشوف بنتي. انا عارف ما خطفوكيش انت ليه. شريف. ايوه عادي. انا خايفه. ما تخافيش طول ما انا جنبك. وانت في ايدك ايه؟ ما انت متكتف اهو. طب اسكتي بقى، سيبيني افكر في المصيبه اللي احنا فيها دي. هو انا مش عارفه اكلمك كده في البيت وانا هنا كمان؟ من هنا جوه في الازمه. طب روح انت جمعه وما تقعدش بعد الساعه ببلغ البوليس. سحنت. ما تقلقش عليا، يلا روح. انا خايفه قوي وقلبي في رجليا. ليه؟ انت مش زوجتي منه؟ بس ده باين عليه لبط ومش سهل. مفيش مخلوق يقدر يعوق هنا. ولاد عمي في كل حته والسلاح في ايديهم. اللي هيخطي برجله في العزبه هيتدفن فيها. امتى الكابوس ده يتزاح بقى؟ كلها كام ساعه وهنكون في السويس. هناخد المركب على اليونان ومعانا الفلوس. هنغنغي كنعمه. هنعيش بقى يا بت. ورشاد وصابت ومراته. اترحمي عليهم. ما هي لا مؤاخذة، الرحمة تجوز على الحي والميت. أنا خايفة يا موسى. قلت لك اقعدي في البيت، ما سمعتيش كلام. وطي صوتك. بقول لك إيه، مش كنا قلنا لشريف عشش؟ ما تجيبليش سيرة شريف، بتشائم. تأخرتوا ليه؟ هي اللي عطلتني. تطلع مين بسلامتك؟ مراته. خيري مش منبه عليك تيجي لوحدك؟ هي اللي شمطت فيا. خد منهم شنطه الفلوس وفتشها. موسى موسى موسى، انا ما تتعبش نفسك، انا هديهولك اهو. اتفضل اتفضل اتفضل، كل اللي انت عايزه. خير الله. هاتي دول. حاضر. انا مش عارف الجدع ده بيتصالب ده.
وانت بتجيلي منين؟ انتوا ايه اللي جابكم من الاساس؟ ما قعدتوش في البيت ليه؟ بنتكم هترجع لكم. موسى انا هيغمى عليا. فوق يا ولاد يا دلعتو. حاضر. اي 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 حاسب يا شريف. معلش يا عبله استعملي شوي. اي مرة أحس فيها إنك جنبي حتى ولو غصب عنك. لو كنت أعرف كده كنت جبت لك حبل من زمان وكتفتك. حبل يا حبيبتي؟ أنت اتجننتي؟ أنتي أنتوا راضيين فيا حتى ليه؟ ما تترزوا بأي حاجة لغاية البيت ما ترجع له؟ أرجوك يا حلا في البيت ما تسيبناش لوحدينا. يا ولية يا ولية سيبينا الله يخرب بيتك دوعته. يا شريف ميتين. والله ما انا سائل فيكم، خليكم مرزيين كده. يا ابن المجنونة، كان ممكن الرصاصة دي تيجي فيها تجيب أجلي. ما تخافش يا باشا، أنا كنت بطل ماء في الجيش، مراتك فين؟ خدها خيري من شوية. تعالى نلحقها قبل ما يعمل فيها حاجة. امشي. نجرب. اسمع، لف أنت من هنا وأنا هلف قبلك من الناحية التانية، وده خد بالك من نفسك، مش كل مرة ما لحقوش عنك. يلا اتحرك ما تنعش. يا ابني مش من هنا، من هنا. قومي. قومي سيبني بقى. اسيبك؟ ده انت جواز سفري في وسطيهم. قومي قومي. ما قلت لك خلي بالك من نفسك يا باشا. شكرا يا حبيبي، انقذت حياتي مرتين. عشان يطمر بس. أنا هطلع من هنا. ماشي. لو نطقت بكلمة مش هتلحقي تكمليها. مفهوم؟
الدنيا مقلوبه وانت بتعملوا ايه؟ احنا اداب يلا على البوكس. اي حد هيتدب غلط عليه مفهوم؟ محدش بيكرهك قد يا خيري. الفرصة لسه قدامنا. بينا نهرب قبل فوات الأوان. ودم دوعة. واللي عملته في أخويا أحمد. الحي يبقى من الميت يا وباها. أنت ميت ميت يا خيري. ايه يا حنفي؟ قول له شوف وشك بخير يا باشا. اطمن، انا قدمت تقرير للوزاره وان شاء الله يخففوا عنك الحكم. هطمن عليك واجي ازورك كل اسبوع. عايزين نقوم معاكم بواجب. طيب ما تفضلوا معانا تشربوا حاجه. خلي بالك من نفسك يا حنفي، مش عايز اي حاجه؟ ربنا يخليكي. خلي بالك من الباشا، بيحبك. هو نازل صحيح، ها؟ انما ابن حلال وطيب قوي قوي قوي. مع السلامة يا حبيبي. إن شاء الله بعد ما أخرج عايزين نبقى نكمل كلامنا. تعالي كرر. أنت بتقول لها إيه؟ الواحد ما يعرفش يتكلم كلمتين وأنت موجود. أنت جبتوه معاكوا ليه؟ شوفوا شوفوا خير. شريف شريف تخبط على الحرامي ده، سرق مني شنطة الفلوس اللي كنت حابب بيها عقدة. أنت بتقول إيه؟ انا شفته معنيه وانا عامله مغمى عليا وهو بياخد الشنطه. شنطه فلوس تاني يا حنفي. حنفي فين شنطه؟ حنفي شنطه ايه يا باشا؟ شنطه الفلوس بتاعت حمايه. خدام بيبقى يا باشا بنحفظوا السور في انهي حته يا حنفي؟ لما اهرب هبقى اقول لك يا باشا.